كغيره من أمراض العصر الشائعة، عرف السرطان طريقه إلى أجساد الأطفال. من بين هؤلاء قصي وأحمد يعالجان في مركز الحسين لعلاج السرطان، والذي خصص غرفة للعب الأطفال. أنا إلي حوالي 5 أشهر أو 6 تتعالج؟ وبنزل ألعب في غرفة الألعاب، ولتوفير العلاج أطلق مركز الحسين برنامج أمن ضد السرطان، وعلى مدار 20 عاماً حصد البرنامج 200,000 مشترك، استفاد منهم 2,000 أصيبوا بالسرطان وعولجوا في المركز. هذا البرنامج هو مفتوح للكل، أي حدا بيقدر يشترك فيه مهما كان عمره مهما كان جنسيته، مفتوح للأردنيين ولغير الأردنيين، والأردنيين اللي موجودين داخل الأردن وحتى خارج الأردن مغتربين بيقدر يشتركوا بهذا البرنامج. البرنامج حاليا بضم تقريبا 200,000 مشترك. قدرنا الحمد لله بفضل يعني المصاري اللي بتندفع من قيمة الاشتراكات نعالج تقريبا 2,000 مريض على مدار السنين من المشتركين من البرنامج، قدروا يستفيدوا من هذا البرنامج. ويهدف البرنامج وهو تكافلي اجتماعي لتأمين الأسر الأردنية والعربية لتلقي العلاج في واحد من أفضل المراكز المتخصصة في الشرق الأوسط، وتبلغ نسبة الإصابة بسرطان الثدي بين السيدات في الأردن 20% تقريباً، ويضمن الكشف المبكر نسبة شفاء قد تصل إلى 98%. ضمان العلاج في مركز الحسين للسرطان في حال الإصابة لا قدر الله. أهمية هذا البرنامج إنه برنامج تكافلي اجتماعي بيضمن بتكاتف الجميع وبتعاون الجميع، إنه لا سمح الله إذا أحد مشترك ينصاب بهذا المرض يضمن العلاج الشمولي والرعاية الشمولية اللي بيقدمها مركز الحسين للسرطان لمرضى وعائلاتهم. في قيم اشتراكات مختلفة، رسوم اشتراكات مختلفة وسقوف تغطية مختلفة، لكن احنا بنشجع الجميع انه يشترك على سقف تغطية 30,000 دينار، وهي متوسط تكلفة علاج حالة سرطان الوحدة. ويعد سرطان الثدي والقولون الأكثر انتشارا بين النساء، وسجلت الإحصائيات أن 40% من النساء المصابات بسرطان الثدي هم دون سن 50، في حين يأتي سرطان القولون والرئة في المرتبة الأولى بين الرجال، بينما يحتل سرطان الدم والدماغ والأعصاب المرتبة الأولى بين الأطفال. دام الكردي، قناة الغد، عمان.